السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرم وجوهنا ووجوهكم على النار. First and foremost, we start as usual by praising Allah subhanahu wa ta'ala, for He is entitled for all kind of praises. We thank Him, we seek refuge in Him subhanahu wa ta'ala, not to be amongst those whom He deemed that they would be misguided, and to be amongst those whom He subhanahu wa ta'ala predetermined that they will be guided to the path of haq that Allah subhanahu wa ta'ala will be pleased with. And also we admit and adhere to all the words of Allah subhanahu wa ta'ala and the commands that came and the inspiration that He inspired the Prophet sallallahu alayhi wa sallam with, whether it's the Quran or the Sunnah, as we bear witness that there is no one worth or deserve worshiping but Allah
سبحانه وتعالى, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his servant and his messenger. He sent him to mankind as a salvation to take them from the darkness to the light. Furthermore, we firmly believe that the only way to be on the right approach is by understanding the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala set clear for the believers to inhale from and learn and, you know, take as a sample, an example for their life. And by this, determination of understanding, also we admit that the only way to have that clarification is through the hadith that came from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the legacy that he had left behind. Well, he sallallahu alaihi wasallam told us that this is the only way that we can understand our religion. And any other different approach that other than this is considered as an innovation, as he have warned us sallallahu alaihi wasallam in the long hadith that is related by Abdullah ibn Mas'ud to us, saying that every innovation lead to hellfire, and every asrar and every asrar lead to hellfire. May Allah protect us all from the hellfire. عباد الله, ها نحن ندخل على موسم جديد من مواسم الطاعات, ونحن بين يدي شهر رمضان, إذ سبحان الله تمضي الأيام والساعات بسرعة شديدة, حتى لا يخرج أو لا تخرج جمعة إلا والتي بعدها أمامنا, ولا يمضي شهر إلا والذي بعده قد دخل بيننا, وما يدبر عنا عام إلا والذي بعده قد استوى وانتهى ومضى إلى غير عودة. فقبل عام من الآن سبحان الله كنا نستعد لرمضان ونقول رمضان بعد أيام قلائل, بعد شهر أو شهرين, ثم ها نحن اليوم وقد انتصف رجب, أي أننا على مرنا 45 يوما تزيد أو تنقص من شهر رمضان. فسبحان الله كيف تمضي الأيام. وكما تعلمون أن هذه إحدى إرهاصات وعلامات الساعة, أن الأيام تمضي سريعة, فيصبح فيها اليوم كأنه ساعة, ويصبح الأسبوع كأنه يوم. لا تدري متى يدخل عليك اليوم ومتى يخرج من شدة ما يمر به الناس من فتن. وبعض الناس قد يجهل أن هذا نوع من أنواع الفتن ابتلت به الأمة, الفتنة التي أخبرنا الله عز وجل عنها, سواء كانت فتنة المال أو فتنة الولد أو فتنة العمل, كل هذه فتن وامتحانات وابتلاءات يرى الله سبحانه وتعالى من خلالها كيف تصنع. فقد ينزل الله سبحانه وتعالى عليك هذه الفتن حتى يرى أتفرق بينها وبين طاعته وقربك إليه, أم أنها ستشغلك عن القرب إلى الله تعالى. فكم من إنسان يبتليه الله عز وجل بعمل قد يكون في ظاهره ناجحا, أو في تجارة قد تبدو في ظاهرها رائجة, فتشغله عن عبادة الله عز وجل. وكثير من الناس, وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الهداية لي قبلكم ثم لكم من بعدي, فكل إنسان بحاجة إلى الهداية. فبعض الناس تجده ينشغل بعمله طول النهار فيكدس العبادات, وهذا فهم خاطئ للدين. فيكدس الصلوات المفروضة التي كان ينبغي عليه أن يخرجها في وقتها حتى يصليها آخر الليل إذا رجع إلى بيته مجتمعا, من باب أنه يقضيها. You see, as we are approaching Ramadan, subhanAllah, the time fly by in a very, very peculiar way. It's very amazing how the time fly. We can't even keep track of time no more. SubhanAllah, a day will end just like that. And so that's not only the day, nowadays even a year will go by without you even thinking that it's been a year since something happened or since some event occurred. Last year we were, subhanAllah, expecting Ramadan, we were preparing, and here we are again, Ramadan, the second Ramadan is coming, subhanAllah. It's just like that. So that's Allah subhanahu wa ta'ala sent to us and the opening gates that comes to us so we can remember and repent to Allah subhanahu wa ta'ala, get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. This is one of the seasons that we should invest in. Our best ability should be focused on this season. We have to get whatever we can out of this season so we can get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The trial
that is set for humanity and mankind. Sometimes people, they think that trial is just, you know, difficulty and hardship. Rather, it's not only that. Difficulty and the trial could be other than that. It could be your money, it could be your business, it could be your children, it could be your family. Anything could be a trial. A trial is something that Allah subhanahu wa ta'ala sends in your way so He can test you and see how you'll do. He wants to see, are you going to choose Him or are you going to choose the dunya? And that's, you know, one of the most common things that we see nowadays. You know, brothers will be busy with their jobs or their business. They're so focused to the point that they lose track of time. So they don't pray Dhuhr, they don't pray Asr, they don't pray Maghrib, they don't pray Isha. And they accumulate all that to go back home at the night and do all the salat. And they think that they're doing okay. And that's not even okay. It's not even close to be okay. لذلك هذه الفتنة يا إخوان، فتنة الانصباب على مشاغل الدنيا وترك الآخرة، مع أن الصلاة لا تأخذ من أوقاتنا كثيرا حقيقة. إذا احتسبنا وقت الصلاة مع الوضوء قد لا تتجاوز يعني 10 دقائق، يعني لا نقول 5 دقائق حتى يكون هناك فيها شيء من المبالغة، فلنقول 10 دقائق، 3 دقائق أو 4 دقائق تتوضأ، ثم إذا خشعت في صلاتك والله يجعلنا وإياكم من الخاشعين وتعبت نفسك شوية، 6 دقائق تصلي صلاتك ما بين فرض ويعني احنا في زمن السرعه، فمعليش لازم نجامل الناس ونريحهم. لو قلنا له ربع ساعه يقول لك الشيخ بيذبحنا، لا، فلنقول 10 دقائق تمضي صلاتك كلها بسنتها وبوضوئها. ومع ذلك تجد هذه العشر دقائق سبحان الله كانها مثل الجمر، صعبه قويه الا على من؟ الا على الخاشع. لذلك سبحان الله هذا ما اقوله دائما وازعمه، واسال الله سبحانه وتعالى الا يجعلني من يقولون القول ولا يتبعونه. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم موصي عباده المؤمنين، اسمع يا عبد الله يا مؤمن، الله اجعلني وإياك من المؤمنين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم واستعينوا، اسمعوا الاستعانة هنا، أنتم تقرؤون سورة الفاتحة على الأقل في اليوم 17 مرة كما نص على ذلك الفقهاء والعلماء وجميع الدعاة كريم في محاضراتهم وخطبهم. تصلي في اليوم 17 ركعة تقرأ فيها الفاتحة 17 مرة، وفي كل صلاة تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنك تطلب الاستعانة ممن؟ من الله عز وجل. وقد ذكرنا في خطب كثيرة أننا أحيانا عندما تشغلنا الدنيا نطرق كل باب إلا باب الله عز وجل في أمور سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخير في كل شيء، يعني يطلب مشورة واستعانة من الله في كل شيء، ما من دخل مما من شيء دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا واستعان فيه بالله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العادة أنا أوصيكم بها لأنكم إخوتي وأخواتي يحبكم في الله، أوصيكم بها، هكذا كان يفعل العلماء رحمه الله تعالى، كانوا دائما ما يتواصون. وإذا تجد العلماء إذا زار بعضهم بعضا ثم أراد أن يفارقه قال له أوصيني، كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يوصي الله سبحانه وتعالى عباده بماذا؟ بكل ضوائق الحياة وبكل مضارها ومصاعبها. إذا وجدت هذه الصعوبة في حياتك بماذا يقول؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والله يا إخواني أنا أقول هذا وأنا أكثركم امتلاء وأضعفكم صبرا وإيمانا. أحيانا نمر بأزمة شديدة جدا جدا تخيم علينا وتكبح بجماحها علينا ثم تظل علينا بظلال ثقيلة تشغلنا لدرجة أننا نصل إلى مراحل اليأس المنقطعة ويغيب عنا كل حل، يغيب عنا كل أنواع الحلول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، كان يقوم فيصلي، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إيش؟ يجد في ذلك الراحة والطمأنينة، يذهب كل ذلك القلق والأرق الذي كان يصيبه، كل تلك النوازع عندما تضع رأسك في الأرض وتسجد لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. تلح في الدعاء وتصدق مع الله عز وجل تجد هذه الكربة تتقشع غيومها، ولكن لأننا كما قلت غلبتنا فتنة الدنيا نسينا هذا، ووصلنا إلى مرحلة تأخير الصلوات عن وقتها، ثم نتساءل
نتساءل عن أسرار وأسباب نزع البركة. اليوم سبحان الله الناس يعني ما أصبح عندها حقيقة مشكلة جني المال. المال أصبح الآن له وسائل مختلفة لإيجاده، ولكن سبحان الله كما يقول بعض الإخوة العوام ويأتيني يعني في بعض المشاكل يقول لي يا شيخ والله الفلوس كأن فيها عفريت تيجي وتروح ما أدري كيف. قديما كان العملات الصغيرة الخمسة والعشرة دائما يعني من الأشياء التي يتم تداولها، الآن الخمسة والعشرة أصبحت يعني في عداد الربع والنصف دولار، ما أصبحت يعني ما أصبح الناس ينفقون هذا الإنفاق العادي. إنما نزع البركة لماذا؟ لأن البركة نزعت من حياتنا. كيف نزعت البركة من حياتنا؟ لأننا تركنا الصلاة، تركنا التقرب إلى الله عز وجل. See, this is the thing, subhanAllah. You know, as we say, like, you know, the time, yes, it goes by fast. Everything, you know, in this life is so hectic. And then these things come along and we keep asking ourselves, why the things are not working the way they should work. We go back to the same understanding that Allah subhanahu wa ta'ala, you know, remind us in the Quran. And this is one of the authentic way the scholars used to do. When they visit one another and they're about to depart and, you know, leave, before they leave, they ask their colleague, you know, give me an advice, give me something that I can take with me. That was the, you know, thing that they inherited from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because the companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they used to come to him sallallahu alaihi wasallam, and as they depart, they ask him, Ya Rasulullah, give us an advice. So that's why I'm going to give you this advice, because I love you all, brothers and sisters. You're my brothers and my sisters. So it's my, you know, best interest that I always advise you and give you advice. I might be in need of this advice. It is, I could be, subhanAllah. I'm the less amongst you when it comes to tolerance and patience and iman. May Allah increase all our iman, all of us. But there's a thing you have to understand, subhanAllah. The delay of the connection with Allah subhanahu wa ta'ala is the reason that most of our, you know, things are not working the way they need to work or they're supposed to work. You see, Allah subhanahu wa ta'ala is giving the advice. He's giving you the will in the Quran. He's giving you the reminder. For you are in need of all kind of reminders. Allah says in the Quran, and then seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala. Assistance and help from Allah subhanahu wa ta'ala. Through which? Through the salah. And patience. And it's not easy. It's not for everyone. It's just for those who have this in their hearts. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, whenever he is going through certain hardships, I think the first thing he does, sallallahu alayhi wa sallam, he prays. That's the first thing he does, sallallahu alayhi wa sallam. That's why he used to call Bilal. May Allah be pleased with him, and he tell him, Bilal, bring us ease with the salah. Call the salah, let's pray. Because it's a connection with Allah subhanahu wa ta'ala. See, there's many ahadith that I can sort out here for you in about how much a salah can do for you. See, the thing that you need to know, the least thing you have to know is that when you stand in the salah, you face Allah subhanahu wa ta'ala. Just think of that in a way that you're so going, you know, through a hardship that you cannot handle, the problem that you go through that you cannot solve. And then you look for your best friend, the person that you, when you talk to, you feel at ease. As soon as you talk to him, you feel like, you know, you have unloaded something. Imagine you do that with Allah subhanahu wa ta'ala. You're doing that with a human, and it helps you to go through that hardship. It helps you to focus and concentrate. Imagine you do that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. It's not only that. You stand in the salah, Allah subhanahu wa ta'ala brings all your sins. See, this is amazing. And He put them on your head and on your shoulders. With every action you do in the salah, those sins fall away. Subhanallah. You walk in the salah. And that's one of the things that the shaitan tried his best to stop you from doing. And he could have done small things here and there, minor sins here and there. And then you walk in the salah and you come up from the salah like a clean sheet. Nothing is there. And only take 10 minutes out of time. But the life is so important, and the trial that we've been going through is so making us not focus in that we don't see that 10 minutes. Sometimes we read the hadith and we don't understand the depth of that hadith, and we think it's only about the hard, heavy, high level of tests. See, the Prophet ﷺ said in the hadith that a time will come. Listen to this carefully.
He said, a time will come and the person who holds tight to his religion will be like a person who's holding a fire in his head. A coal that is bursting fire in his head. I'm not going to ask you to do that to test how it feels, but just take, you know, a match of stick and just turn it on or light it up and then put it in your hand for a second. Try it. It's not easy. Just knowing what kind of damage it can do to you, you're just going to be like thinking, should I do this or not? The sheikh is doing too much. Trust me, it's not easy, it's hard. And that's how it's holding to the ibadah. Holding that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. There are very few, very rare, those ones who can keep that connection with Allah, those who can connect with Allah subhanahu wa ta'ala. You see, the moment you stand in the salah, and you face Allah subhanahu wa ta'ala, that all that glows that comes from that meeting with Allah subhanahu wa ta'ala, and you put your head on the ground, all the stress goes out. Don't believe in Allah and try Him. Do that with a complete faith, a complete belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Do your sujood. Try to go through the phase of tranquility when you do that. And connect with Allah subhanahu wa ta'ala and see how that will change your life. Wallahi, those who do that, those who enjoy their moment with Allah subhanahu wa ta'ala, their life is at ease. Their life is at ease to the point when I see the younger generation and the mid-age, and I remember those sheikhs that I used to see and go and visit, and they're in their 90s. One of the mashaykh that I used to read the Quran, he was 98 years old. He was so old to the point that he couldn't walk. They used to carry him to his car. He comes every day to the masjid. Every day, he doesn't miss one day. He sits down. All the mashaykh from around the city, outside the city, they come and sit down and read the Quran. He was blind. He was blind, literally blind, not just saying. As a metaphor, he was literally blind. But by Allah, he knows every spot where Sili is, where Qili is, where Jim is. He knows where the ayah ends, he knows where the page ends, where the page starts. Rahimahullah ta'ala. Our Shaykh Al-Khan ibn Ibrahim al-Hamud, he passed away. But to that age, he's every day in the masjid. And subhanAllah. How easy was his life, subhanAllah. You compare those people to the younger generation who go in their life like they're passing through a tornado. Everything is out of place. Everything is just throwing them right and left. And then this season's come. And you don't invest in it. That is then when you question yourself. Then, ikhwani fillah. الاتصال مع الله عز وجل أمر عظيم ويبسط الإنسان في حياته مفارج كثيرة ويجعل الله سبحانه وتعالى البركة في حياة العبد ما دام متصلا بالله عز وجل. إن البركة التي نزعت من أوقاتنا ومن حياتنا هي من بعدنا عن الله عز وجل. ولذلك هؤلاء الشباب الذين تشغلهم الحياة وهماتها عن أداء الصلاة في أوقاتها حتى إذا أدوها في غير وقتها فإنها لا تجزئه. حتى وإذا جمع الصلاة لآخر وصلاها فإنها لا تجزئه، لأنه تركها متعمدا مع القدرة على أدائها. الصلاة لا تأخذ وقتا كثيرا، هي أول مفاتيح الاتصال بالله عز وجل بعد شهادة أن لا إله إلا الله. أن أبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أول ما يسأل عنه العبد بعد شهادة التوحيد هي الصلاة، فإذا وجدت نوقش العبد، وإذا لم توجد انتهى هناك الحساب. لذلك عباد الله، اعلموا أن هذه الحياة مهما طالت أو قصرت، والله إنها لا يختلف أولها عن آخرها. لذلك كما ذكرت لكم منذ قليل، كان أحد مشايخنا رحمه الله تعالى الشيخ عرفان إبراهيم الحامود، كان من طبقة حصري، شيخ كبير جدا، يأتيه الناس من خارج من أطراف مصر حتى يقرأوا عليه. كان من كبر سنه لا يستطيع المشكال، يحمل حملا إلى سيارته، ومع ذلك كان يجلس على كرسي مطأطئ الرأس وقد تجاوز 90 سنة بمراحل، وكان أعمى البصر ولكن لم يكن أعمى البصيرة. ووالله
إن أحدنا ليقرأ عليه فلا يضيع مكان وقف أو وصل جائز أو جواز وقف، بل يعرف رؤوس الآي ومبتدأ الصفحات ومنتهاها. اليوم الشباب لا أقول كبار السن، الشباب ينسون كثيرا. لو تسأل أحدهم إيش تعشيت قبل أمس ما يتذكر، لو تسأل أحد إيش اليوم لازم يطالع في ساعته لا يعرف. الذاكرة منتهية، لسه ما دخل 40 سنة وهو أساسا خلاص عضلات أعصابه راحت. هذا تجاوز 90 سنة وما زال يتذكر موقف كل شيء وموقف. سبحان الله، ذلك القرآن. والله إنه ليصحح للبعيد. أنا هل أنسى هذا كأنه بالأمس، أكون عند قدمي أقرأ القرآن وخلفي بأربع صفوف شاب يسمع الآخر يا ولد صلح خطأ. سبحان الله. ومن عجائبه رحمه الله تعالى أنه كان خفيف السمع إلا عند القرآن يحتد سمعه. هذا من البركة التي وضعها الله له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، فإنني أوصيكم في هذه الأيام المباركة أن تستغلوا الأوقات في التقرب إلى الله عز وجل. نحن الآن داخلين على موسم رمضان، موسم يعني من أوسع أبواب المغفرة والرحمة. لذلك كان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون أن الإنسان يبدأ في الزرع في هذه الأيام، في رجب ثم في شعبان ثم يبدأ في الحصاد في شهر رمضان. إذا الإنسان إذا عود نفسه على الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل وقراءة القرآن، هناك من بارك الله لهم في أوقاتهم يختمون القرآن. كان عندنا العام الماضي أحد الإخوة هنا من آبائنا الذين يعني يعيشون بيننا في هذه الجالية ختم القرآن 15 مرة في رمضان، عمره فوق 60 سنة. سبحان الله. وكان يعمل شفتا ثالثا، يعني كان يشتغل بالليل فيجي يخرج البيت ينام ويرتاح ويجي المسجد، كان يقرأ القرآن ويختمه في رمضان 15 مرة رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا جميعا. يا إخواني، نحن اليوم نعاني من الاتصال مع الله عز وجل. تجي إنسان صعب يقرأ القرآن. نحن لا نتكلم عن هؤلاء الذين يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا كلنا. يا أخي، يا من لا تعرف قراءة القرآن، هناك من الشباب اليوم من لا يعرف كيف يقرأ القرآن لأنه لا يتقن قراءة العربية، كثير من الشباب. أنت لست معذورا، حاول اسمع القرآن حتى تتعلم نطقه، ثم جرب حتى لا يفوتك العمر إلا وقد تعلمت قراءته. ستكون يوما ما جدا، فكيف ستخبر أحفادك عن كتاب الله عز وجل؟ سيأتيك وقت، نعم أنت الآن في ريعان الشباب في قوتك في عزك تذهب وتجيء وتعود، ولكنك ستجلس ذات يوم كجد في بيتك، فماذا ستقول لأبنائك؟ أستحدثهم عن مغامراتك في شبابك؟ أستحدثهم عما كنت عن صولاتك وجولاتك؟ هذا ما ستخبرهم به؟ تعلم شيئا ينفعك غدا، حتى إذا لقيت الله عز وجل يوم القيامة يقال لك اقرأ ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. So this is very important that we invest in these days. This is the time where the Prophet صلى الله عليه وسلم and the scholars, they used to say, this is the time where you start planting, this is where you start doing the hard work, and then Ramadan comes and then you harvest. This is the time. See, that's why I say to all my brothers, all those who knows how to read, and specifically those who does not know how to read the Quran, Ramadan is coming. Invest your time very well. Try to read the Quran. It's hard for you to read the Quran. Listen to the Quran. This is the key. At least learn the pronunciation. Learn how to read the Quran. Today you're young, yes, you're full of youth, you can do this and that, you go and come, life is keeping you busy, but one day you will be that grandfather who sits in the corner of the house. What are you going to tell your grandchildren? Who are you going to be? Are you going to be that grandfather who reminds his children, his grandchildren about Allah, who bring an ayah, listen, I've learned this, and share with them? Know that the day will come, yawm al-qiyamah, and inshallah, Allah make us all in the Jannah. Allahumma ameen.
You will be told at that moment when you enter the Jannah, recite and read the Quran, for your place will be at the last ayah you read. So if you only know قُلُ اللَّهُ أَحَدْ, I don't see you there. Allah ma'ak. Inshallah, we read and go all the way up, inshallah, all of us, inshallah. إذن يا إخواني في الله لابد أن تغتنموا هذه الفرصة. وأول ما يبدأ فيه في هذا الموسم, هذا الموسم بالذات, نحن في موسم الجراحات, هذه الأشهر الحرمة التي حرم الله عز وجل فيها القتال. واليوم في هذه الأشهر وكل سنة في هذه الأشهر يتم ذبحنا وقتلنا في كل مكان. ففي هذه الأيام أنا أذكركم وأذكر نفسي يا إخواني في الله, ليس معنى أننا بمنأى عن ما يقع لإخواننا في كل مكان, سواء كان في سوريا أو في فلسطين أو في العراق أو في تونس, من ذبح وتشريد وتقتيل, أننا ننام في بيوتنا آمنين ومؤمنين. لا, أنت كمسلم واجب عليك أن تدعو لهم. أقل شيء تفعله, أقل شيء, يعني إذا خلاص خرج الرحمة من قلبك وانتزع الإحساس يعني بمآسي المسلمين من قلبك, أقل شيء تعمله أن تدعو الله لهم. والله ثم والله يا إخوان, إنني رأيت في هذا الأسبوع بعض المناظر وبعض المشاهد التي جعلتني أبكي مع نفسي. هناك ما يجري من حول في العالم, مآسي ومذابح. طفل قبل أمس صوروه في سوريا, طفل صغير جدا, والله أن ما كان عليه لا يستر عورته, والله أن لون جسده اختلف من لون التراب والغبار, لا يكاد يرى منه إلا زرقة عينه, وذلك الصوت الضئيل الذي تضاءل وضمر من كثرة الجوع ومن كثرة العطش. نحن في نعيم, نحن في راحة, والله إننا نعيش في جنة مصغرة. إذا اشتد علينا حر البيت رفعنا التكييف حتى وصل إلى درجة البرودة التي تناسبنا, وإخواننا في سوريا ماتوا من شدة البرد على الطرقات, نساء ورجال, آباء وأمهات لم يستطيعوا أن يكملوا مسارهم, ماتوا من شدة البرد. ونحن اليوم إذا بردنا لبسنا أحسن وأفخم الجاكيتات. هناك في الخارج أسر تعوي وتغضي. من واجبك أيها المسلم قبل أن تنام فقط تذكر إخوانك. والله إني أعرف أناس, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا قلوبهم, والله والله يجلس ليتكلم, كبار في السن, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطري قلوبنا كما قلوبهم طرية, يسلم عليه يجلس يتكلم دقيقتين ثم يقول والله الأحوال كذا وكذا, ولا يستطيع أن يكمل عبارة ويبكي كأنهم أبناؤه الذين خرجوا من رحم امرأته. ولكننا نذهب إلى فراشنا ننام ونضحك ونقوم ونلعب وننسى كل ذلك. والله إننا سنسأل, أن الدعاء لن تخسر فيه شيء, ما تخاف ليه بأن مش رح يأخذوك ولا سيأي رح يقول لك قاعد تدعي تعال, لا ادعي, هذا بينك وبين الله, لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. This is the time that you remember that one of the most major things that you should do, one of the acts of worship, is to make a dua. To remember your brothers and sisters who are struggling across the globe. We have brothers and sisters all over the world, they're dying from hunger. We used to make a saying back home that when we talk about, you know, how poverty is getting over and taking over everything, but the people used to say, but nobody dies out of hunger. Today, people are dying of hunger. They're dying out of thirst. They die because they don't have enough clothes to cover them when it gets cold. Wallahi, brothers, I'm telling you this, remember this, you will see when you walk out from here. You will see, I've seen those pictures myself, sisters and brothers, family, parents and elders, they were walking and they died on the way because they didn't have enough food and enough clothes to cover them from the cold out there. When it gets cold, we raise the heat up so we stay warm. When it gets hot, we bring the AC up so we can feel the soothness of the day. When we walk out and it's too cold, we get our coats on, but they don't have that. I've seen a video of a little child just a few days ago. Wallahi, the skin of his color have changed. You can see his face from how much hair he had on him. The clothes that he had on him does not even cover his aura. And he was talking,
although the hunger and the thirst have made his voice disappear about the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon him. You'll be asked. I'm not asking to do much, but I'm reminding you that the least you can offer them to make dua for them. There are brothers, mashallah, tabarakallah. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us their hearts. They can't even talk about them two sentences. As soon as they remember them, they just cry like a little babies. Because they feel the pain, they feel that these are their children. Nowadays our hearts are so hard and so tough. That's all this massacre does not move anything in us. Nobody's gonna hold you accountable or responsible if you make a dua. Nobody sees you. It's between you and Allah subhanahu wa ta'ala. But know this, that when you make the dua, you have to understand that the Prophet said that the dua in the absence of your brother Muslim is accepted. You know it's accepted and you're not doing it. You're not giving them that even, subhanAllah. We're not asking you to send them money. We're not. We're not asking you to give them clothes. We're not begging for that. But just make dua for them. This is a season of ibadat. This is a season where Allah subhanahu wa ta'ala has forbade the blood shedding, and our blood is shed every year around this time. Remember that when you walk out from here. And remember that you're responsible for what you're doing, what you say, ibadallah. علموا أن الله عز وجل مطلع على أعمالكم وعلى سرائركم فاتقوه وأحسنوا الطلب وأجملوا واسألوه بقلوب صادقة منيبة مجيبة إنه مجيب قريب يجيب الدعوات. يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم واغفر لنا ذنوبنا، اللهم وارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم وارحم المستضعفين في كل مكان، اللهم وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم وارحم شهداءنا في كل مكان، اللهم وارحم كل ضعيف وكل أم ضعيفة. اللهم إنا نسألك ونجأ إليك ونرجأ إليك يا ربنا يا سبحانك يا من لا فوقك أحد أن ترحم قلة حيلتنا في كل مكان. اللهم واحقن دماء المسلمين من أقصى بلاد اليمن إلى أقصى بلاد الشام، اللهم وحرم دماءهم كما حرمت بيتك المعظم. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا من تعالت له الأصوات أن تغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن تشفي كل مريض، وأن تهب كل ذي دين دينه. اللهم ولا تذلنا ولا تذل رقابنا يا قوي يا رحمن ورحيم، وارزقنا صلاة في حرمنا الثالث يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الأقصى مع الفاتحين، ولا تردنا من بين يديك خائبين، رد علينا في فلسطين وسائر بلاد الإسلام والمسلمين حرة أبية كما وعدتنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والله يرى ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر.